السلام عليكم ورحمة الله من الفضائية الإيرترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد سيمينارا في بارنتو. دعوة لتضافر الجهود لتطوير التعليم في أسماء هيئة إدارة اتحادات المرأة العاملة في الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط تعقد مؤتمرها الرابع القصف الإسرائيلي تواصل على غزة وشاحنات أمام مساعدات أمام محبر رفح لافروب يلتقي عن كوريا الشمالية في بيونغ يانغ الرئيس فنزويلا يرحب بتخفيض بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده من العناوين إلى التفاصيل عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة سيدة خاتس فميكيل سيمينارا لعضوات الاتحاد في مديرية بارنتو يوم الثامن عشر من أكتوبر حول المرأة وبرامج التصدي الموحدة وقدمت شرحا بشأن دور ومساهمة المرأة الإريترية في مراحل التصدي والتنمية السابقة موضحة بأن التقدم المحرز في كل مجالات التنمية التي تشهدها البلاد تأتي بمبادرات ترتكز على المرأة داعية للمرأة المشاركة الواعية لإبراز القيم الوطنية والدفع ببرامج التنمية وأضافت السيدة خان تنظيم المرأة التي ينزل إلى الضواحي والقرى على الاستفادة المرأة من موارد محيطها والمشاركة في برامج التنمية داعية القيام بدور رائد لتنمية القيم المجتمعية السمحة وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الاريتريه في اقليم بركة السيدة يحدق يوهانس ان مشاركة ودعم المرأة كبير في برامج التنميه الجاريه في مختلف المناطق وأكدت المشاركات في السيمينار على اهميته وانيته مناديات لتقوية جهود مكافحة العادات الباليه وتقديم الردود على استفسارات الشعب المقدمه للجهات المعنيه دعا مسؤول التعليم في مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم أكد لتعزيز دور أولياء الأمور والمجتمع لتحقيق نتائج مرضية من الاستثمار الجاري في التعليم وأوضح لدى لقائه ممثلي الشعب وأولياء الأمور والعاملين في مجال التعليم وجوب العمل المشترك للتعرف على أسباب النتائج المتدينية للطلاب والنواقص الأخرى وإزالتها لتحقيق نتائج جيدة وقال أن جهود التعليم قبل النظامي والابتدائي أساس النتائج في امتحانات الوطنيه للشهادتين المتوسطه والثانويه وان دور المعلم هام جدا في ذلك وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعيه في المديريه السيد ابراهيم محمود انه يجب ارسال الاطفال الذين بلغوا عمر التعليم الي المدرسه نظم سكان منطقة كوتوبيا في مديرية شامبوكو حفلة تكريم وترفيه يوم الخامس عشر من أكتوبر لأعضاء قوات الدفاع تعبيرا عن الشكر والامتنان باستكمال السد الذي كان قيد الإنشاء في منطقتهم وقال محافظ منطقة كوتوبيا السيد عثمان كليب أن سكان أربعة قرى كانوا يعانون من شح المياه وشكر قرار وزارة الزراعة ببناء السد إدراكا لمعاناتهم ومساهمة قوات الدفاع في البناء وذكر المشرف على العمل المهندس في الساحة فقد أن السد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 ألف متر مكعب يبلغ طوله 60 مترا وارتفاعه 9 أمتار وكذا قائد الوحدة المشاركة في بناء سد كوتوبيا المقدم برهان تسفا مريم استعداد الجيش الإيرتي لتنفيذ برامج التنمية مماثلة وأوضح مدير مديرية شامبوكوس الكحسي أن سد كوتوبيا يعد فخرا لأولئك الذين كرسوا عملهم مع معرفتهم وارتياح لسكان المنطقة ومواشيهم ودعا حاكم إغليم القشبر كالسفير محمود علي حروية السكان لضمان استدامة خدمات السد وحمايته من الطمي عقدت التحيات اتحادات المرأة العاملة في الاتحاد الوطني للمرأة على الإقليم الأوسط مؤتمرها الرابع في التاسع عشر من أكتوبر في أسمرة وقال المدير العام لقسم الشؤون الإدارية والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي قالتا في افتتاح المؤتمر أن المؤتمر وسيلة لتقييم الأنشطة والدفع بها قدما داعيا إلى السعي لتحقيق أهداف الاتحاد بناء على الخبرة السياسية الطويلة التي يعتز بها وذكرت إدارة مال المجلس في التقرير الذي قدمته أنه تم إنجاز أعمال مرضية لتطوير العضوات الجدد لزيارة مشاركة ودور المرأة بشكل عام والشباب والشابات بشكل خاص وقدمت مسؤول الشؤون السياسيه في الاتحاد الوطني للمراه الارتريه فرع الاقليم الاوسط السيد سوليميكا براسيلاسي شرحا حول اجراءات انتخابات مماثله بالمجموعات وتفاصيل تنفيذ القوانين الداخليه والمبادئ التوجيهيه الاساسيه للمجلس وبعد مناقشه التقرير انتخب المؤتمرون مجلس اداره جديد مكون من تسعه اعضاء وأسنت مسؤولة الاتحاد الوطني في الأغليم الأوسط السيدة ألمبلاي في ختام المؤتمر على كل المساهمين لعقد وإنجاح المؤتمر داعية أن هيئة الإدارية جديدة المنتخبة العمل بمسؤولية أكبر وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على المتعاونين في العمل تلقى 24 شابا تدريبا مهنيا في ضاحية دبي في مديريه سورونا. اشتمل تم التدريب الذي نظم لشهرين اساسيات الالكترونيات واوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبه في المديريه سيدة برامتس فمريامه في مراسيم التقرير في الثاني عشر من اكتوبر ان التدريب ياتي في اطار جهود تنميه قدرات الشباب. وقال مسؤول متابعه تاطير الشباب في الاتحاد الوطني للشباب والطلبه فرع الاقليم الجنوبي سيد موسى عبد الله تواصل الجهود لتوسيع برامج تاهيل الشباب الاخبار العالميه بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا منذ السابع من اكتوبر يتعرض قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي متواصل بعد أن شنت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى على خلاف غزة ما أوقع أكثر من و 1400 قتيل إسرائيلي بينهم مئات الجنود فيما أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة حتى الآن إلى مقتل حوالي 3800 شخص وجرح أكثر من 12 ألف آخرين معظمهم من المدنيين الفلسطينيين وتنتظر ألاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن الشحينات أمام معبر رفح الحدودية أو في مدينة العريش بشمال السيناء في مصر للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر قد اتفاق بين الرئيسين المصري والأمريكي وأعلنت القاهرة سابقا أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام بحسب بيان الرئاسة المصرية وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برا في قطاع غزة وأضافت الهيئة أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري حاليا تقييما أمنيا للوضع مع أعضاء مجلس وزراء الحرب مشيرة إلى أن وزير الدفاع يوفا غالانت تحدث عن ضرورة استعداد يشمل جبهة الشمال لأن حزب الله اللبناني أقوى بعشرة مرات من حركة حماس التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون في بيونغ يانغ وفق ما فعلت خارجية موسكو في بيان واشاد لافروف بكوريا الشمالية معتبرا انها جارة مقربة وشريك تاريخي لروسيا خلال زيارتها التي يتوقع ان تمهد لزيارة محتملة سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق هذا العام وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية وفي وقت سابق اليوم ندد لافروف بالسياسات العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وحليفتها اليابان وكوريا الجنوبية حيال كوريا الشمالية التي عقد محادثات مع قائدها في بيونغ يانغ ومن جهة أخرى، اعتبر لافروف أن زيارته كانت فرصة لتحديد التدابير العملية لضمان التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال رحلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون لروسيا في سبتمبر الماضي لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتخفيف بعض العقوبات الامريكيه على بلاده قادات اتفاق بين السلطات والمعارضه على اجراء انتخابات رئاسيه في عام 2024 وقال مادورو خلال اجتماع في القصر الرئاسي لنطوي الصفحه ونعيد بناء علاقات احترام وتعاون هذه هي رسالتي الى السلطه والى الحكومة الولايات المتحده كما رحب بالاتفاق الموقع بين حكومته والمعارضة خلال مفاوضات في بردوسيا برعاية النرويج لإجراء انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024 غير أن واشنطن قالت أنها تتوقع أن يتضمن أن يتمكن جميع من المر من خوضها هذه الانتخابات وإلا فإن الولايات المتحدة قد تتراجع عن قرارها هذا وأطلق صراح خمسة معارضين في فنزويلا على إثر اتفاق باردوسيا بينهم النائب السابق خوان ريكي سينس والصحفي رونالد كرينو المقرب من المعارض خوان غويدو وكان هؤلاء معتقلين منذ العام 2018 و2020 صوت مجلس النواب الروسي دوما لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر للتجارب النووية بما يعد خطوة باتجاه التخلى عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات ونتيجة لتصويت النواب على إلقاء مصادقة على مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة سيرفع مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت قبل رفعه إلى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانونا نافذا وافد رئيس مجلس الدوما في تاشيل فولين بأن روسيا ألقت التصديق على المعاهدة بسبب موقف الولايات المتحدة غير المسؤول من الأمن العالمي ومعاييرها المزدوجة وقال نائب وزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي أن موسكو لن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك تسكير بأهم العناوين مرة أخرى. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد سيمينارا في بارنتو. دعوة لتضافر الجهود لتطوير التعليم في اسماط. هيا إدارية اتحادات المرأة العاملة في الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط تعقد مؤتمرها الرابع. القصف الإسرائيلي متواصل على غزة وشاحنات المساعدات أمام معبر رفح. لافروف يلتقي زعيم كوريا الشمالية في يانغ. رئيس فنزويلا لا يرحب بتخفيف بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. وصلنا الى ختام النشره التي قدمناها لكم من الفضائيه الاريتريه في امان الله